إلى شرق أوكرانيا، حيث لا يزال الوضع متوتراً على خط الجبهة. فقد أصيب أحد الجنود الأوكرانيين بجروح نتيجة 14 خرقاً للهدنة من قبل المسلحين الروس خلال 24 ساعة الماضية. أطلق الغزاة الروس النار على المواقع الأوكرانية لأكثر من ساعة متواصلة، مستهدفين بلدات ليبيدينسكي ومارينكا ولوهانسكي بقذائف الهاون والقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة والأسلحة الخفيفة.